في فنان بتشوفه بتقول انت ما كانش ينفع تبقى فنان، يا خساره. في فنان تاني بتشوفه بتقول انت اساسا اتولدت فنان. مين؟ بص، اللي اتولدوا فنانين كتير، لكن مثلا انا عايزه في الوقت الحالي. في الوقت الحالي هضرب لك حوالي اسم فنان كبير في العمر، او فنان وفنانه لهم باع طويل وموجودين وبقوه، يحيى الفخراني وسوسن بدر. انا بحيي حضرتك. الاثنين الحقيقه بشوفهم نموذج للفنان العاشق للفن. يحيى ممكن يغيب سنتين زي ما حصل، غاب سنتين عن الشاشه، مهما يغيب هو موجود. بس لا، بس هيرجع ان شاء الله في رمضان القادم. يحيى بيظل في حاله فن، بيقرا ويطور ادواته ويحافظ على لياقته، واخد بالك؟ سوسن ما شاء الله، يعني هي اكتر فنانه متعدده النغمات وقدرتها على التقمص كتيره جدا. انا مره كتبت زمان يمكن من 12 سنه او اكتر شويه انها ان القط له سبع ارواح وسوسن لها ثمانيه. ليه ثمانيه؟ لانها كانت بتعمل اطلع لها ثمان ادوار في رمضان مره في من السنين، بس انت مقتنع بيها مش بتكرر نفسها. طبعا ده الذكاء. فالاثنين الحقيقه انا بشوفهم ايقونات فنيه بتطل علينا وتدينا بهجه وسعاده. الناحيه الثانيه، الناحيه الثانيه مش يعني مش عايز اقول، مش عايز اقول، مش عشان كسوف او مش كسوف، لا يعني مش عايز اقول، اصل كتير. انا عايز اقول لك حاجه، يعني حضرتك عايز تقول لي ان اللي مش موهوبين اكتر من الموهوبين؟ كتير في كل حاجه، في كل الدنيا عدد الأعمال الفنية الجيدة لا تتجاوز 10%، وبالتالي المبدع المبدع لا يتجاوز 10%. كل إن هل تعتقدي إنه حتى نقابة الصحفيين بتاعتنا كلهم صحفيين، ونقابة الأطباء كلهم أطباء، كلهم مهندسين؟ لا طبعا، لا، هو معاه شهادة وبيدخل طبقا للشروط، لكن ما أقدرش أقول إن كل الناس موهوبة في الشغلانة. هل نقابة المسخين فيها مثلا أظن 15,000؟ هل عندنا 15,000 موهوب؟ أكيد لا برضه. يعني عايز اقول لك يعني الموهبه الندره والابداع نادر، والكتير بيسموه مديوكر. مديوكر يعني عادي، وبالتالي ما تقدريش يعني لا تقولي الله ولا حتى تقفلي باب في وشه، يعني هو معدي.